مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا فيديو جديد تحديدا من سكوير الصيدله. رح نبلش ونسال اسئله مختلفه ومتنوعه. خليكم معنا عشان تشوفوا شو هاي الاسئله. يلا. مين اول شخص طرف عليه بالدفعه؟ سعدي اوغلو. طيب وجه كلمه لاي شخص بالدفعه واحكي لنا اسمه. بشار. لا والله ماني عارف. خلاص اسهل اسئله عندي. لا ما لو ضغطت عليك في الاسئله شو هتعملي؟ بان لو طلبت منك توجهي رساله لشخص من الدفعه، لمين رح توجهيه وشو رح تحكي له؟ شخص من الدفعه بوجهها لديما، بقولها انه انا صاحبة قصة بس انا كثير 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 بحبها. بتول تقدر تحكي لنا مين اول شخص تعرفتي عليه بالدفعه؟ لا بان لا لا مو بان. انا احتار احتار. ديما احكي لي لو سمحتي شو اول شعور حسيت فيه لما اجيتي على كليه الصيدله؟ بما ان قبولك طلع هذا الفصل. انا اصلا كنت بعرفكم كلكم قبل ما احول دكتور صيدله، ويعني ما حسيت بشيء غريب، يعني حسيت كاني كلكم كنت بعرفكم. هي دي المعلومه اللي ارجو ان انا بصلحها عند الشعب المصري كله وكل الجماهير الحبيبه. احكي لنا موقف غريب او مضحك صار معك باي لحظه. كنت بمحاضره يا اعمى يا اعمى. ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ شلاب يعني. كنت بمحاضره فبحكي لبنت وين وصلنا احنا بالماده. قالت لي اخذنا محاضرتين. طيب شو اخذت؟ اصور دفتر. بتحكي لي ما لك علاقه بواحد وقح او يعني. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيك. فهد احنا عارفين انه انت تركت تخصص الصيدله ورحت لتخصص طب الاسنان. صح. احكي لنا شو اول شيء حسيته لما تذكرت انك انت طالع من الدفعه؟ اني مش حدرس فارما كمان مره، اي ماده زي الفارما. انت في الاوضه عندي في الاولى في الاولمبيكيات في كل. مرحبا بشار، كيف حالك؟ بشار يا سيدا. بدي اطلب منك توجهي كلمه للدفعه وتذكري لنا اسم الشخص. لا بدون ما اذكر اسم الشخص. طيب مش مشكله، ورجي له كلمه. ما ضلكوا تحكوا انكم تكرهونا لانه احنا بنكرهكم كمان. حب عمري نسيته فاتني، عايش مع واحده تموتني، لازم حسوني انسان حبيتني، شالتني على الحلوه وعلى المره. عمران؟ نعم حبيبي. مين اكثر واحد داس عليك؟ انا حدا. انا 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 ما بحب حدا. انا بحب حلي. انا حلي ما بحبه. سبحان الله. عندي نكتة بالضحك، هذا مرة جاجة دخلت على الجامعة، ايش درسات؟ حقوق. حسام ايوه هات لي حباية من على الجمل بسرعة. سناء كانوا اهلها دلعوها صغيرة دورة. لحد هلا. مش انتي، دورة واحدة ثانية. مرة دورة طلعت باصات الجامعة، كيف نامت؟ كيف؟ يلا يا ياسر سمع عمو. اناني وينع الفرح. يا ناس صلوا على النبي. كيفك انت؟ ملا انت. لاي لاي كمل انت. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. من اهدى مكان في العالم نادي سيف الدين من قناة الحياة العزب. الله نعم الوكيل في كفاك.